بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي طلبة الفرقة الأولى شعبة علوم حاسب، أهلا بكم في مادة حزم البرامج. إن شاء الله النهاردة المحاضرة الأخيرة، عايزين نركز مع بعض كويس قوي عشان نعرف الامتحان هيبقى إزاي ونعرف هندخل إزاي والمواعيد بتاعتنا. مش عايزين أي خطأ، لأن طبعا زي ما انتوا عارفين الامتحان شفوي. هوضح كل حاجة في آخر المحاضرة. هناخد بس الجزء اللي كان فاضل لنا من المره اللي فاتت في ال HTML. هناخد النهارده HTML5 ويب ستارت. تمام، الاول هنعرف ايه هي الكوكيز. قبل ما نعرف الويب ستارت لازم نعرف ان هي بتشبه تقريبا فكره الكوكيز، لكن مع بعض الاختلافات. الكوكيز بتستخدم لحفظ بعض البيانات على جهاز المستخدم عشان يتم استدعائها لما نحتاج لها عن طريق السيرفر. من الأمثلة على الكوكيز اللي هو عملية تذكرنا. مشكلة الكوكيز إن الحجم بتاعها محدود للملف اللي بيحفظ بيانات، وبالتالي ما بيكونش بسبب مشكلة بتتعلق بالأمان والخصوصية، وبيمكن أيضا اليوزر من حذف الملف ده. المساحة بتبقى قد ايه؟ بتقدر 4 كيلو بايت او ما يقرب من 30 ل50 كوكيز. تمام، ايه هي بقى الويب ستورج؟ دي هي اسرع واكتر امان من الكوكيز. تمام، بتمكننا من تخزين بيانات اكبر تصل ل5 ميجا، وبيمكن زيادة الساعة دي من قبل المستخدم. تمام، المعلومات ما بتكونش متضمنة في كل عملية ريكويست من السيرفر، ولكن عند لما بنطلبها، بس لما بنبقى عايزين نشتغل عليها. بنخزن كمان البيانات على شكل كي او فاليو، ويمكن لكل ويب بيج ان هي تقوم باستدعائها بنفسها. بيتم التعامل معاها عن طريق الكلاينت سايد سكريبت، عشان كده احنا مش بنبقاش دايما بحاجة للتعامل مع السيرفر او الداتا بايز اللي هي تخلصنا من الطريقة التقليدية. في نوعين بقى من الويب ستورج، اللي هما اللوكال والسيشن. عشان قبل ما نبدأ بتفاصيل النوعين، بس هنشوف مين المتصفح اللي بيدعم الخاصية بتاعتنا دي. فبنشوفه بالمثال اللي قدامنا ده، نكتب الهيد ونكتب السكريبت ونبدأ نعمل المتصفح اللي هو بيدعم لنا الخاصية دي. تمام، نبدأ نقول بقى ايه هو اللوكال ستورج عشان نقول ايه السيشن بعد كده. اللوكال بيقوم على مبدأ احفظ البيانات بدون وجود وقت محدد لانتهاء هذا التخزين. يعني انا ما عنديش حد زمني لاحتواء البيانات. البيانات دي ما بتتحذفش لما بغلق الاكسبلورر متصفح، يمكن ان هي تكون متاحة للاستخدام حتى لو عدى وقت عليها يوم شهر اسبوع سنة وهكذا. تمام، بنخزن المعلومات دي قلنا على شكل string او اللي هو key or value. تمام، الستيشن بقى التخزين بيكون بنفس طريقة اللوكال، ولكن الفرق الجوهري الرئيسي ان التخزين هنا بينتهي بانتهاء السيشن. يعني مجرد ما انا بغلق الاكسبلورر او المتصفح خلاص التخزين راح، البيانات بتروح. عشان كده في فرق بين اللوكال والسيشن. اللوكال في اي وقت انا ممكن استدعي البيانات زي ما احنا شايفين كده، في خلال يوم شهر سنة ايا كان، لما بقفل المتصفح ما بيحصلش عندي فقد للبيانات. اما السيشن مجرد ما بقفل المتصفح البيانات بتاعتي بتروح. المثال ده يوضح الفرق بين اللوكال والستورج. في عندي اسلوب برمجي تاني عشان اخزن البيانات. طبعا انا بحطها في عنصر سواء كان كي وبعدين فاليو، واقدر استرجعها لو كانت هي لوكال. الابليكيشن كاش بنقول تعطي هذه الامكانيات الرائعة التي يمكن استخدامها في HTML5، ولكن يعني ايه؟ يعني ايه الابليكيشن كاش؟ اللي هي القدرة او الامكانية على تصفح موقع معين حتى وان لم يكن هناك اتصال بالشبكة.
ازاي ده؟ مبدأ عملها بيقوم مبدأ عملها بشكل مبسط على قائمة بتحتوي على مجموعة من الروابط للصفحات داخل الموقع، والصفحة الرئيسية بتقوم على تحديد هذه القائمة وعمل استدعاء ليها عن طريق استدعاء ملف اسمه المينيفست أو المينيفست. تمام؟ أي طبيعة عمل الملف ده؟ هو عبارة عن تكست وبيقوم بإخبار المتصفح إيه اللي إحنا عايزينه وإيه اللي إحنا نقدر نعمل. الملف ده بيقسم لثلاث أقسام، أول واحد الكاش مينيفست، وفي النيتورك، وفي التالت بتاعنا اللي هو الفيلباك. تمام؟ أو الفولباك. نقول الأول الكاش هو إيه؟ بيحتوي على مجموعة من الملفات يتم تحميلها بعد عملية التحميل الأولى للموقع. مثال، لو أنا عندي ملف اسمه CSS وملف اسمه JS، لما باجي أحمل الصفحة للملف المينيفست دي بتقوم بتحميل المتصفح الملفين دول وبيحطهم الاتنين في الروت الخاص بالموقع. تمام؟ أما النيتورك بيحتوي على جميع الملفات اللي يجب تتصل بالسيرفر، يعني أنا ما بحطهاش في الكاش. يعني لو فرضنا عندنا صفحة مثلا تسجيل عضوية، الصفحة دي يجب أن لا تعمل إلا بوجود السيرفر، عشان كده بنقدر نحطها هنا، وبإمكاننا إن احنا نحط رمز النجمة مثلا، وده بيعني إن كل الصفحات يجب أن تكون متصلة بالسيرفر غير اللي احنا حاطين عليها نقطة. الفول باك بقى الجزء ده بيوضع فيه صفحات تعمل إذا فشل وصول إلى إحدى الصفحات اللي كانت موجودة في الكاش، يعني كأن أنا بعمل نسخة احتياطية لأسماء الملفات. يعني مثلا بنحط صفحة بنسميها offline.html في حال لم يتم تحميل الملفات بالكاش مينيفست بنبدأ نستدعيها بالoffline.html. تحتوي الصفحة دي على جزئين، الجزء الأول اللي هو فيه العنوان للملفات الأصلية، والتاني في حالة عدم وجودها بيذهب إليه. تمام؟ إزاي بنشئ ده؟ الأول بذهب إلى الأباتش وببدأ أضيف عليه المينيفست زي ما احنا شايفين كده، وبعدين زي ما احنا شايفين هنا كده، وبعدين ببدأ أنشئ صفحة وبسميها أوفلاين. وكمثال مثلا هنحط داخلها الكاش مينيفست وحط فيها this is comment، وهبدأ أحط شوية داتا، وبعدين لما ما يكونش المسار ده موجود هيروح إلى الأوفلاين HTML. لو أنا ما قدرتش أوصل هنا في الكاش هبدأ أروح في الأوفلاين. طبعا هو بيبقى كده جاهز، عشان بس احنا بنضيف ليه ال HTML، وطبعا احنا بنقول مين اللي بيدعم الابليكيشن كاش من المتصفحات، كل دول بيدعمني. اوكي، من عندي الفايرفوكس، عندي السفاري، عندي الكروم، عندي الاوبرا، عندي الاندرويد والايفون، كل ده بيدعم لي الابليكيشن كاش. لما نيجي ناخد كده مثال الابليكيشن كاش، لو احنا قمنا بتحميل مثال بسيط، الاول هنستعرض صفحة الاندكس، وبعدين نبص للكود المكتوب داخل الاوفلاين. طبعا بتختلف حجم الساعة المخصصة للكاش من متصفح لآخر، وتكون في بعض المتصفحات زي ما احنا قلنا 5 ميجا. الويب وركر عبارة عن كود جافا سكريبت يعمل بالخفاء دون التأثير على أداء الصفحة، ويقدر يستمر ويدعم الخاصية دي جميع المتصفحات. وطريقة التعامل معاه ان احنا بنبدأ نتفقد المتصفح هل بيدعم هذه الميزة ولا لا بالشكل اللي احنا شايفين. طريقة التعامل مع الويب وركر، انا بنشئ ملف الاول الفايل وركر، وبعدين بروح على صفحة ال HTML هبدأ اعرف الاوبجكت بتاعتي، وبعدين هبدأ العمل بقى ان انا هاخد قيمة من صفحة الجافا سكريبت او ال HTML5 وبرجعها تاني داخل الفانكشن بتاعتي او الدالة، وهنا بقوم بعملية الطباعة للناتج ال HTML. اوكي، وبعد كده بستخدم الملفات اللي هتوقف لي عمل الويب وركر، وبعدين ببدأ أعمل استرجاع للقيمة بتاعتي، وبعدين أشوف
الناتج بتاعي زي ما احنا شايفين كده. لما نيجي نشوف مثال مثلا، بنقول هناخد صفحتين للجافا سكريبت وال HTML 5 واحطهم على السيرفر، وبعدين هبدأ اشغل المثال. المثال اللي هو ده اللي قدامنا ده، وابدأ استعرض الملفات بتاعتي واشوف الصلاحيات اللي ظهرت معايا على الجهاز. هيكون الناتج بالنسبة لي بالصورة اللي ظاهرة قدامنا دي. طيب السيرفر سنت ايفنت او الاس اس اي، الميزة دي بتسمح باخذ احداثيات من السيرفر بشكل تلقائي، وبتعتبر باتجاه واحد. كمان هي عبارة عن صورة مصغرة من الويب سوكت، ولكن مع مراعاة ان السيرفر سنت ايفنتس يمكنه ارسال بيانات من السيرفر للمستخدم، اما الويب سوكت ده بيرسل ويستقبل، لكن السيرفر سنت بيرسل بس. يعني انا ممكن اسال سؤال كده في الميتر، في السؤال اقول ايه الفرق بين السيرفر سنت ايفنت وبين الويب سوكت. تمام، كل المتصفحات بتدعم الخاصية دي ما عدا الانترنت اكسبلور. تمام، عشان اتحقق من دعم المتصفح ببدأ اكتب الخطوات اللي ظهر قدامنا دي. السيرفر كود بتاع صفحة البيانات هيدر وكونتنت تايب، وبعدين بنبدأ نقول ان احنا هنحدد الاول محتوى الصفحة تكست، وبعد كده بدخل على الهيدر بتاعها، حدد الهيدر بتاعها وهنمنع وجود الكاش، وبعد كده بقول الداتا، هنقدر نكتب الداتا اللي احنا عايزينها ونبدأ نرسلها، وبعدين ببدأ الفلاش، ده الجزء المسؤول عن ارسال البيانات التي تم حفظها في السطر اللي قبل كده. عشان ننفذ المثال ده هندخل للمجلد اللي اسمه PHP ونبدأ بنسخ الصفحات، بعدين نحطها داخل السيرفر، وبعدين هنبدأ بتشغيل ال HTML اوكي، ونشوف الناتج بتاعه. اخر حاجة هناخدها MathML، ده بيركز على استعراض المعادلات الرياضية. تمام، المعادلات اللي هي بتحتوي على متغيرات، في معادلات تحتوي على متغيرات اللي هي MI، في MO بتحتوي على عمليات زي زائد وناقص والعلى والفي والكلام ده، في MN بتحتوي على أرقام، في المرو دي بتدل على صف أفقي أو المرو، وفي الام فراك ده بيحتوي على قصور، وفي الام دي تحتوي على أقواس، وفي الاف اللي بيدعم للمصفوف زي المثال ده كده اللي ظهر قدامنا ده بيدعم لي المصفوفة بتاعتي. تمام، المتصفح اللي بيدعم الخاصية دي اللي هو الفايرفوكس. وكده أكون أنا انتهيت من ال HTML5 Canvas. مش هقول احنا خدنا كل حاجة عنه، بس احنا خدنا فكرة عنه نقدر نشتغل بيها. لو خدنا حتى قواعد أساسية فدي هتفيدنا. اوكي، نيجي بقى للجزء المهم بتاعنا بتاع الامتحان. نركز كده مع بعض يا جماعة، احنا قلنا المادة بتاعتنا مادة شفوي والامتحان بتاعها شفوي، فأنا مش هقدر امتحنكم غير شفوي. اللائحة بتقول كده، الناس اللي بتشتكي وبتقول هنمتحن على ايه، احنا اخدناش حاجة، لا انتوا خدتوا محاضرات وخدتوا سكاشن، ومبارح خدتوا كمان سكشن اضافي بلعبة وبروجكت عشان تنفذوه في بال HTML5 وبي الجافا سكريبت، واخدينه من 3 سكاشن فاتوا. اوكي، الناس اللي بتقول انا اللاب بتاعي ما عليهوش سي دي والكلام ده، هنوضح الوقت هنعمل ايه. الجدول ده انا نزلته لكم المحاضره اللي فاتت، اللي هو كان
واحد ستة واتنين من أول يوم التلات. أنا في كل يوم من دول عاملة جدول داخلي، أنا عندي يوم التلات المفروض إن امتحان عندي من رقم جلوس 2401 لرقم جلوس 2445، هيمتحنوا إزاي؟ من 2401 ل 2410 هيمتحنوا الساعة 9 الصبح، دول بس اللي ألاقيهم واقفين قدام المعمل، هيخلصوا وينزلوا الساعة 10 هيطلع لي من 2411 ل 2420، اللي هيتأخر دقيقة مش هدخله، واللي هيجي بدري 5 دقايق ويعمل لي شوشرة قدام المعمل برضو هعاقب. تمام، انا منزله الجدول علشان كل واحد يلتزم، احنا في زمن كورونا والناس كلها تعبانه ومش عايزه مشاكل، كل واحد يلتزم بالماسك بتاعه ومعاه الكحول بتاعه معاه اللاب بتاعه معاه السي دي بتاعته، لان احنا قلنا الماده شفوي. ابدا بعد كده الساعه 11 هيجيني من 2421 ل 2430، الساعه 12 من 31 ل 40، الساعة واحدة من 41 ل 45. طب اللي اتأخر، طب اللي اتخلف ملوش دخول. تمام، يوم الأربع جدول بتاع يوم الأربع من 9 الصبح معايا أرقام جلوس من 46 ل 55، 10 من 56 ل 65، 11 من 66 ل 75، الساعة 12 من 76 ل 85، الساعة واحدة من 86 ل 90، وانتهينا اليوم بتاعنا على كده. يوم الخميس عندي من 9 الصبح رقم جلوس 490 ل 500، من الساعة 10 عندي من 501 ل 510، من الساعة 11 عندي من 511 ل 520، الساعة 12 من 521 ل 530، الساعة 1 من 531 لحد 535. تمام، اجي بعد كده اليوم السبت، الساعة 9 الصبح من 36 من 536 ل 545، الساعة 10 من 546 ل 555، الساعة 11 من 56 ل 65، الساعة 12 من 66 ل 75، الساعة 1 من 76 ل 80. اجي بعد كده يوم الحد، وده هيكون اخر يوم لينا في الامتحان اللي هو 6/6، من 9 الصبح هيبقى عندي من رقم جلوس 81 ل 90، من 10 الصبح هيبقى عندي من 91 ل 600، 11 الصبح هيبقى عندي من 601 ل 610، الساعة 12 هيبقى عندي من 611 ل 618، زائد التخلفات من السنوات السابقة، الناس اللي عندها المادة من السنة اللي فاتت او السنة اللي قبل اللي فاتت هيمتحنوا معايا يوم الحد 6/6 الساعة 12. تمام، جزء مهم تاني الناس بتسأل عليه، الناس اللي عاملين جروبز، في ناس كتير عاملة جروب، عندي في جروب فيه أبانوب وفي عمر، عمر هيمتحن مع أبانوب يوم الثلاث الساعة 9 الصبح، في جروب تاني في أحمد فتحي ومحمد أسامة ومحمد ممدوح، محمد أسامة ومحمد ممدوح هيمتحنوا مع أحمد فتحي يوم التلات الساعة 10 الصبح، في جروب تالت مع فيه أروى ومريم ويوسف محمد، مريم إبراهيم ويوسف محمد هيمتحنوا مع أروى يوم التلات الساعة 11 الصبح، في جروب رابع إسراء رضا ونانسي جمال ويمنى سليم، يمنى ونانسي، يمنى سليم ونانسي جمال هيمتحنوا مع إسراء يوم الثلاث الساعة 12 الظهر، عندي جروب تاني خامس فيه ألاء خالد ومنى نادر ونورهان رضا، نورهان رضا ومنى خالد هيمتحنوا مع ألاء يوم الثلاث 1/6 الساعة 12 الظهر، مع ان هما امتحانهم اصلا ممكن يبقى السبت او الحد، هيمتحنوا يوم الثلاث مع ألاء الساعة 12 الظهر، عندي جروب سادس فيه ريم محمود وزياد جمعة ومحمد مفتاح، زياد جمعة ومحمد مفتاح هيمتحنوا مع ريم يوم الأربع 10 الصبح، 4/2/6 10 الصبح، في جروب سابع فيه علي مصطفى علي السيد ومحمد هاني عبد الرؤوف ونعيم نصحي، محمد هاني ونعيم نصحي هيمتحنوا مع علي مصطفى يوم الخميس الساعة 9 الصبح،
عندي اخر جروب خالص اللي هو فيه ماهر ايمن ومحمد اسامة. محمد اسامة هيمتحن مع ماهر يوم الخميس الساعة 11 الصبح. تمام، احنا كده خلصنا من الجروبس، خلصنا من الامتحان. تمام، ليه بقول سي دي وليه بقول هتتحط؟ مش عايزة هشوف على الجهاز بس. المادة بتاعتكم شفوي، هتستلم كل طالب هيجي عندي في ميعاد امتحانه هيستلم ورقة إجابة، هيكتب على ورقة الإجابة اسمه ورقم جلوسه، وهيسلمني بعد ما يشوف، هيدخل باللاب حاطط عليه السي دي عليها الشغل بتاعه، هشوف الشغل وهيبقى معاه الظرف بتاع السي دي، هشوف الشغل واقيمه واديله درجة، هاخد منه السي دي في الظرف زي اللي قدامنا ده، وهقفل السي دي بدباسة وهدبسها في ورقة الإجابة، لأن ده المستند اللي هيبقى ليك في الكنترول. فأنا ما عنديش حل تاني غير سي دي. مش هقول لطالب هات لي فلاشة، لأن أنا مش هاخد فلاشة من طالب. مش هقول لطالب هشوف على اللاب، لأني مش هاخد اللاب أوديه الكنترول، يبقى ده مستند ليك في الكنترول. زي ما كل مادة أنت ليك فيها ورقة إجابة وكاتب فيها داتا وبتاخد عليها درجة، السي دي هي المستند بتاعك اللي هيدخل الكنترول، وده بيتقفل وبيتدبس في قلب ورقة الإجابة. السي دي هاي نفسها مش هتتدبس، يبقى أنا لازم أجيب سي دي هاي محطوطة في ظرف زي اللي انتوا شايفينه ده، أو يبقى ظرف جواب عادي، ما عنديش مشكلة. بس كل طالب هيدخل لي بلاب عليه سي دي. طب يا دكتورة أنا اللاب بتاعي من اللابات الجديد اللي هو السليم اللي ما فيهوش سي دي. مفيش مشكلة، أنا كل 10 مدخلهم مع بعض في مجموعة، أنت ممكن تاخد لاب بتاع زميلك في المجموعة اللي بعديك أو اللي بعد اللي بعديه، ما عنديش مشكلة. المهم إن كل طالب 10 داخلين ب10 لابات عليهم الشغل بتاعهم. المجموعة اللي هم 3 أو 2 مع بعض دول بيدخلوا بلاب واحد بس، بيسلموني 3 CD، كل واحد له سي دي هاية في ظرف بتتحط فيه الكراسة الإجابة بتاعته. يعني مش معنى ان احنا مشروع مع بعض واحنا 2 أو 3 يبقى نجيب سي دي هاية واحدة، لا، هنجيب نسخ من السي دي بتاعتنا، وقبل ما احط السي دي في كراسة الإجابة هجربهم الاتنين او هجربهم التلاتة وهشوفهم. تمام، دي الفقرة بتاعت اللاب والفقرة بتاعت السي دي عشان بس نبقى قفلناها. تمام، اجي بقى لفقرة الميد ترم. امتحان الميد ترم يا جماعة بتاعنا في المادة دي هيبقى عبارة عن سؤالين شفوي هتتسألوهم، سؤال في الجافا سكريبت وسؤال في الـ HTML5. تمام، هتتسألوا فيهم وانتوا واقفين قدامي. انا مش عايزة اقول في الـ HTML بس او في الجافا بس علشان مفيش حد يركز على حاجة ويسيب التانية. انت ممكن تتسأل السؤالين في الجافا، ممكن تتسأل السؤالين في الـ HTML5، ممكن تتسأل سؤال كده وسؤال كده. كل اللي انا شرحته في المحاضرات انتوا مطالبين بيه عشان هتجاوبوه عليا في امتحان الميد. تمام، يعني انتوا هتدخلوا، كل واحد هيدخل باللاب بتاعه في قلبه السي دي شغاله معاه الظرف اللي هيحط فيه السي دي بعد كده. هيبدا اول ما هيدخل المعمل الملاحظ او المعيد معانا هيديله ورقه اجابه، طبعا كل واحد يبقى معاه قلم، هيبدا يكتب على كراسه الاجابه اسمه ورقم جلوسه مظبوط، وهيجي لي علشان يقف قدامي، هيشغل لي على اللاب بتاعه، زائد هيبدأ يخلص. انا هاخد السي دي هدبسها في كراسة الإجابة وهسأله سؤالين علشان احط اعمال السنة، وانت واقف برضو قدامي في كشف اعمال السنة عشان الاتنين هيتسلموا للكنترول في يومها. خلاص كده يا جماعة، انا كده اعتقد انا جاوبت على كل استفساراتكم، واللعبه اللي هتجيبوها عشان بس الناس اللي سالت، اللي هيجيب لعبه اللعبه شغاله وهيتسال في الكود بتاعها، اللي هيجيب بروجكت يجيب بروجكت شغال. مش عايزاكم تقلقوا خالص، الموضوع بسيط، هو بس انتوا مخدودين علشان الامتحان شفوي، لكن انا حتى كنت معاكم في الماده في الترم الاول في مقدمه الحاسب، انا كنت بجرأكم، كنت بطلعكم على السبوره تجاوبوا وتكتبوا على اساس ان تاخدوا على موضوع الامتحانات الشفوي. تمام، وانا قلت لكم قبل كده اللي حضر معايا المحاضرات في المعهد واللي حضر السكيشن واللي احنا طلبناه عمله، ده ان شاء الله يطمن.
الاسئله اللي هسالها لكم برضو هتبقى بسيطه. انا مراعيه ان انتوا سنه اولى لسه، ومراعيه ان المنهج كان تقيل، بس انا كنت عايزه اعلمكم حاجه وحاجه تفيدكم بعد كده، حتى لو هتبقى بس حاجه يعني زي بنرمي قاعده اساسيه كده، كونسبت اساسيه، علشان بعد كده لما تاخدوا الحاجات دي بعد كده يبقى انتوا حتى على الاقل عندكم فكره عن كل حاجه. اتمنى ان اكون فدتكم، واشوفكم ان شاء الله على خير ان شاء الله، الى لقاء يوم الامتحان باذن الله، وكل ترم وانتم طيبين. وانا بطمنكم بس لازم تلتزموا بالميعاد، تلتزموا بالسي دي، تلتزموا بالظرف بتاعها، كل واحد يدخل مع قلمه. الناس المجموعات تكون جايبه كل واحد يكون معاه سي دي بتاعته نسخه منها. تكونوا مستعدين للسؤال بتاع الميد ترم. ان شاء الله اتمنى كلكم تجيبوا امتياز معايا يعني، واشوفكم بخير ان شاء الله. كل سنه وانتم طيبين، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.